كان بداية قبل ما ادخل الفود ستاف جوه دمي لازم اعمله عضم كده الصوره البسيطه اللي هو الفري مونو ساكرايد. ابسط صوره من صور الكربوهيدرات اسمها المونو ساكرايد، ده ينفع اعمل له ابسوربشن حجمه صغير. فلو داي ساكرايد عايز يتهضم الى مونو ساكرايد فري، لو بولي ساكرايد عايز يتهضم برضو الى مونو ساكرايد فري. طب هل في كربوهيدرات في الاكل موجوده على هيئه فري مونو ساكرايد من الاول؟ يعني نو نيد فور دايجيشن. هل في كربوهيدرات؟ هل فعلا في الدايت بتاعتي الاقي فري جلوكوز ماركر، فري مونو ساكرايد ولا داي ساكرايد ولا بولي؟ فري فركتوز ماركرز ممكن، ودول مش محتاجين هضم، دول جاهزين للابزوربشن. تاني يعني في الفروتس والهاني، والدليل على كلامي مش الهضم بياخد وقت مثلا ساعه ساعتين، لكن ده مش محتاج هضم يعني امتصاص سريع. الدليل على كلامي صوم نهار رمضان كله، طبعا في اخر نهار هتبتدي ايه تقع 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 ساعه الفطار. انت قلت فروتس فري مونو ساكرايد، اشرب عصير الفواكه. انا وقعت لما اخر النهار، انا واقع على الاخر، اول بق عصير يعني فري مونو ساكرايد، اول بق عصير. في فرق ولا مفيش فرق؟ لسه واقع ولا فقت وفتحت عينيك والحواس رجعت مره ثانيه وفقت كده واقع؟ واقع برضه. لازم يحرس الكنافه والبسبوسه والحصايه. لا يا عم، اول بق عصير في فرق واضح جدا، ده ابزوربشن ان شاء الله من النيوكاس ميمبر اوف ذا ماوث، ده على طول تحس مفروض يعني تحس الفرق مفروض. طيب ومين مش مين معرفش اهضمه؟ محتاج هضم بس معرفش اهضمه. السيلوز، الروابط بين البيتا جلوكوز شكلها مختلف عن الروابط بين الالفا ايه؟ جلوكوز. الروابط الالفا جلوكوز بعرف افكها واهضمها، لكن معرفش افك الروابط بين البيتا جلوكوز. فالسيلوز نون دايجستر اللي هو بيمنع الكونستيبيشن زي ما قلنا. امال مين بقى المجموعه اللي بتحتاج هضم واعرف اهضمها؟ اهي اكل رز وعيش ومكرونه وبطاطس وحلويات يعني ستارش، اكل ليفر اند ماسل يعني كبده ولحمه يعني اكلت ايه؟ جلايكوجين، او الحبوب قمح شيل الذره دايساكرايد مالتوز، او شربت اللبن الدايساكرايد لاكتوز، او سكر وعسل اسود مين؟ سكروز، ده اللي هيعمل لهم دايجيشن. احس ان انا السكر ثلاثه ده زياده عم ثلاثة أربعة ونص إن شاء الله. نبتدي بالدايجيشن البداية. البداية في الماوث، بص الإنزيم في الماوث ده اسمه إيه؟ سليفري يعني يعني صايم. خلي بالك من اسمه. سليفري أمايليز، طب من اسمه كده. أمايليز يعني فوق إيه؟ الأمايلوز اللي هي اللي تشيل نوعها ستريت. ومين الرابطة اللي بتعمل تشيل ستريت كده؟ الفا 4 الفا 4 الفا 4 الفا 4. يبقى الاسم بيوحي هو هيعمل ايه؟ اسمه اماي ليز، يبقى يفك الاماي لوز اللي هي التشين ايه؟ الستريت. ايه النوع ده رابطه الستريت؟ الالفا 4 المكرره اللي احنا كنا راسمينها حتى كده، قلنا عليها ستريت تشين. اهي 1 4 1 4 وهكذا. الفا 4 الفا 4 الفا 4 يبقى دي فعلا بوند الايه؟ ستريت. يعني حاول عليه بيعرف يفك الالفا 1 فوق، لكن ما يعرفش يفك ايه؟ الالفا 1 6 ان هو امايليز يفك الامايلوز، لكن ما يفكش الالفا 1 ايه؟ 6. ما بيعرفش يفك البرانشنج بوينت اللي هي الفا 1 ما يعرفش يفكها. بس في حاجه كمان هيفك فيو الفا 4 مش كتار. اشمعنى بقى؟ الستارش والجلايكون، انه مش هيلحق يشتغل. ليه؟ بيشتغل في الماوث عند اوبتيوم بي اتش في سنه اولى. اي انزيم له حاجه اسمها اوبتيوم بي اتش، تركيز الايون الهيدروجين في الميديا، يعني بي اتش يشتغل عندها يدي ماكسيمم ايه؟ دراسي. دي الاوبتيوم بي اتش. طب انت الاكل بيقعد في بقك قد ايه؟ ساعات؟ دقايق؟ ولا ثواني؟ ثواني. والدلع هيدلع فين؟ الستومك. يعني اتش سي ال يعني بي اتش كام؟ من واحد لاثنين. يعني ده مش متعود على كده، ده انت في الاستومك هيحصل له حاجه بسنه اولى اسمها جيناتيو ديجريشن، يعني ما لحقش يشتغل. فيو بونز بس يفك الفا 4 وما يفكش الالفا 6 لان ده اماي ليز، يعني يفك الاماي لوز. فطبعا بيقول طب ده مش هضم كامل. ما طبعا هو في هضم كامل في الماوث ولا في الاستومك؟ الهضم كامل فين؟ سمول انتست. فطبعا بيقول طب ما استفدناش حاجه، ولا طلع فري جلوكوز وما فكتش الالفا 4 غير كميه قليله بس، يعني استفدت ايه؟ فاقول له دي في الماوث بيسموها
بريباريشن، وكده كده الهضم الكامل هيبقى في الاسبوع ايه؟ الست. فطالب يقول لك انا مستني على البريباريشن بتاعتك ملهاش قيمه يعني، وعنده حق انه عنده هضم كامل. بس بص بقى فايده البريباريشن، افترض انا ما عنديش سليفر يا مايليز، ما عنديش بريباريشن، وعندي طبعا سمول انتستين، هو عنده الاثنين، هو عنده سليفر يا مايليز بريباريشن وعنده سمول برضه ايه؟ انتست. هنعمل هضم كامل بس ايه بقى؟ البريباريشن دي تخلي التشينز تفضل بطولها زي ما هي، ولا التشينز بتاع الستارش والجلايكين تنزل فراجمنتد متقطعه قطع لسمول انتستين؟ هتفوكس بونز، هتبقى قطعه بقى مش بطولها كامل. انا ما عنديش بريباريشن، بنزل بالتشينز بطولها كاملا السمول انتستين، هو اللي بينزل، هو عنده بريباريشن بالسليفر مايليز بتاعه، بينزل بالتشينز اقصر فراجمنتد للسمول انتستين. كده كده احنا الاثنين هنعمل هضم كامل في السمول ايه؟ انتستين. بس مين هياخد وقت اقصر؟ اللي نزل بالتشينز كامله ولا فراجمنتد وعامل بريباريشن ياخد وقت اقصر؟ هيختصر الوقت ليه بقى؟ افترض ان انا تشين طويله عندي مثلا 100 جلوكوز سب يونتس، 100 جلوكوز عاملين شريط، هو الشريط ده له كام طرف؟ اكيد اثنين، واحد يمين واحد شمال طبعا. لكن هو لو فك الشريط ابو 100 جلوكوز لخمسه فراجمنتس، كل واحده فيها 20 جلوكوز، هو الخمسه فراجمنتس هينزلوا سمول انتستين، الخمسه فراجمنتس ليهم كام طرف؟ مش اثنين، 10، كل واحد طرفين، 10 اطراف، وانا طرفين، فالهضم بتاعه هيبقى ايه؟ سريع، هشيل الاطراف دي كلها مره ايه؟ مره واحده، الهضم بتاعه هيبقى اسرع. البريبريشن ما تستهونش بيها، هتختصر الوقت ليتر اون في السمول ايه؟ انتستين. كده كده هضم كامل بيتباع، ننزل مفيش انزايم لهضم الكربوهيدرات في الاستومك، لكن الاستومك فيها انزايم لهضم الليبيدز والبروتينز، لكن مفيش انزايم لهضم الكربوهيدرات. هننزل دلوقتي فين؟ وهنا المفروض نبقى عارفين في السمول انتستين مصادر الانزايم حاجه من اثنين، يا اما من ايه يا اما من ايه؟ يا اما بنكرياتيك سكريشن، يعني هيبقى فيه بنكرياتيك انزايم، يا اما بنكرياتيك انزايم لسه هقول اسمه، يا اما من الميكوزا لاينينج نفسه بتاع السمول ايه؟ انتستين، يعني ميكوزا الانزايم، يا اما البنكرياتيك سكريشن، يا اما ايه بقى؟ ميكوزا انزايم. طب البنكرياتيك انزايم اللي نازل بنكرياتيك سكريشن عن طريق بنكرياتيك داكت يلحم مع حاجه اسمها كومن باي داكت الى اليومن والسمول انتستين. اسم بص الاسم اهو بنكرياتيك اماي، قلت امايليز تاني، يبقى نفس الاكتيفيتي زي اللي فوق، يبقى نفس الايه؟ اكتيفيتي، يعني امايليز يعني فك برضه الاماي، يعني فك البوند الاسترين اللي هي، ويسيب برضه الالفا امايليز، يعني نفس الاكتيفيتي زي فوق، ما تغيرش الكلام اصل نفس الاسم بالظبط، يعني فك الالفا والفور ومش هيعرف يفك البرانشنج بوينت، مش هيعرف يفك الالفا ايه؟ 6. بس اقول ايه بقى؟ المره دي هيفك معظم الالفا والفور، مش معنى هياخد وقته، الاكل هنا في الماوس بيقعد ثواني، لكن هنا في الفور تسني اقول له ساعه وشويه، فهنا هياخد وقته ويفك معظم الالفا والفور، وما تستهونش بدي، لان بص كده على الجينز المنظر ده، هي مين البوند الاكتر؟ الفا والفور، الفا والفور، الفا والفور، الفا والفور، الفا والفور، مين البوند الاقل؟ الفا 6، يعني بفكر البوند الايه؟ الاكتر كمان. طب الالتيميت بيتش بتاعتك سلايكلي الكالاين، حد عارف مين السكريشن اللي نزل السمول انتستين تخلي البي اتش سلايك الكلاين كده عشان ده يشتغل؟ انت قلت ايه؟ العصاره المراريه اللي نازله من الليفر للجي اي تي بتخلي البي اتش سلايك الكلاين، وحاجه ثانيه بافر نازل مع البنكرياتيك سكريشن، يعني دايت نازله من الليفر الانتستين وبافر من البنكرياتيك سكريشن للانتستين، صوديوم باي كربونيت بافر، صوديوم باي كربونيت بافر، الاثنين دول بيخلوا البي اتش ايه؟ سلايك الكلاين. يبقى امايليز يفك الاماي لوز للسيرت تشين، يعني فوق الالفا 4 ويسيب الالفا مين؟ بس فاضل حاجه في وصف البنكرياتيك امايليز، فاضل ايه في وصف؟ يعني ايه كلمه اندو جلوكوسايديز؟ طب ما احنا كنا بنقول في سنه اولى مثلا بيفكوا الدي ان ايه؟ النيكلوتايدز، يا اما اكزونيكليز يا اندو، لو اكزونيكليز يفك النيكلوتايد الطرفي اللي على الطرف، لكن لو اندو نيكليز يفك فين؟ بالقلب، ما هو ده نفس الكلام، ده اكزو ولا اندو؟ يعني ما مثلا عندي حته اهي في الستارش ولا الجلايكوجين اهي، جلوكوز سب يونتس الفا 4 الفا 4 الفا 4، وادي برضه جلوكوز سب يونتس الفا 4 الفا 4، والبرانشنج بوينت الفا 1 6 كده. هو لو كان اكزو، ده لو كان اكزو جروب سايديز كان فاك الجلوكوز الطرفي صح؟ وطلع لي فري جلوكوز، ده لو كان اكزو، لو كان اكزو كان فاك الجلوكوز الطرفي وطلع فري ايه؟ جلوكوز. بس هو اكزو ولا اندو؟ يعني مش هيطلع فري جلوكوز، وانا هقول اهو ادام هو مش اكزو يبقى مش ناوي
مش ناوي يطلع فري جلوكوز. امال هيطلع ايه بالظبط؟ هيطلع ايه؟ هقطع في الطرف ولا في القلب؟ طب ما ممكن ده نكبر بس دي شويه عشان اقطع لك في القلب كده. اقول لك ممكن اطلع لك في القلب الحته دي اهي من الاسود. ايه ده؟ اهو في القلب ده جلوكوز مع جلوكوز راكب بالفا 1 4. لو جلوكوز مع جلوكوز راكب بالفا 4 يبقى شبه مين؟ يبقى شبه المالتوز. مش يبقى شبه المالتوز برضه؟ يبقى ايه هما البرودكتس بتاعت البنكرياتيك امايليز؟ ليه هو مش هيطلع فري جلوكوز؟ لانه مش اكزو جلوكوزايز، لانه ايه؟ اندو. فعنده مش هيطلع فري جلوكوز، لكن ممكن يطلع لك جلوكوز مع جلوكوز بالفا 1. يبقى ده اسمه ايه؟ ما ده شبه المالتوز، يبقى اسمه مالتوز فعلا. او اطلع لك مثلا نكبر على حته زي دي. هل يقول الحته دي مثلا فيها كام جلوكوز دي؟ فيها ثلاثه. فيها كام جلوكوز دي؟ فيها ثلاثه. ما هو عنده برضه يعني اطلع لك ثلاثه جلوكوز ستريت تشين الفا 4. هتسميه مالتوز ولا مالت ترايوز؟ تراي يعني ثلاثه، هتسميه ايه ده بقى؟ بدل مالتوز مال ترايوز. طب ايه الاحتمال كمان؟ ممكن اطلع لك بقى حته كبيره، يعني حته كبيره شويه كده اهي، بتبقى حوالي 9 سب يونتس. ما تفكوش، ما انا مش بطلع فري جلوكوز. ليه مش بطلع فري جلوكوز؟ اصل انا اكس ولا عنده؟ طب الحته الكبيره شويه دي حوالي 9 سب يونتس هسميها ديكستر. هسميها ايه بقى؟ يعني نقول تاني، لو كان اكس جلوكوسايديز كان طلع فري ايه؟ جلوكوز. بس هو اكس ولا عنده؟ مش هيطلع فري جلوكوز، لكن ممكن يطلع ده مالتوز. جلوكوز مع جلوكوز بالفا 4 اسمه ايه؟ مالتوز. او ده مالت ترايوز. او اكبر شويه ديكستر. طب مش ممكن كمان اخر حاجه بقى يطلع لك الحته دي؟ ما هو اندو، ما دي في القلب. يعني قصدك تقول ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز بس الرابطه ما بينهم الفا 6 بدل الفا 4. هتسميه ايه بقى الالفا 6 ده؟ اخو المالتوز. ايزو مالتوز. ايزو ايه؟ يبقى تاني وصف البنكرياتيك امايليز. امايليز يفك الاماي لوز، يعني انهي بوند؟ البرانشنج ولا ستريت؟ اللي هي الفا 4 بس ما يفكش البرانشنج. الفا ايه؟ اكزو ولا اندو؟ لو كان اكزو كان طلع فري جلوكوز، بس هو اندو يبقى مش هيطلع فري جلوكوز، لكن هيطلع بقى ايه؟ فراجمنتس قصيره زي مالتوز او كده. ايزو مالتوز والفا 6 او كده مالتا ترايوز او اكبر ديكسترين. هل ده فيه مونوساكرايد ولا لسه؟ هوصل دلوقتي فيه مونوساكرايد واهضم. ممكن اكون انا عايز اهضم ده، مش ممكن اكون اكلت سكر وعسل اسود او شريط اللبن او ده. دي بقى الميوكوزا الانزيمز اخر حاجه عشان نوصل لفري مونو ايه؟ ساكرايد. نحط اسماء الميوكوزا الانزيمز. اسال سؤال نمشي من ورا لقدام. اللي فوق السكروز انزيم اسمه ايه؟ سكريز. هيفك السكروز بتاع السكر والعسل الاسود الى فري جلوكوز وفري فراك توز فري مونوساكرايد جاهزين للابزوربشن. تاني اللي فوق السكروز اسمه طب واللي فوق اللاكتوز بتاع اللبن شريط اللبن يبقى انزيم اسمه ايه؟ لاكتيز. هيفك اللاكتوز الدايساكرايد ده الى فري جلوكوز وفري جلاكتوز فري مونوساكرايد جاهزه للابزوربشن، صح؟ طب اللي فوق المالتوز، فانا هقول انا معترف ان انا هسميه مالتيز، بس الاحظ حاجه في المالتيز انه يعتبر انه فك الجلوكوز طرفي. ما هو الدايساكرايد ده ملوش غير طرفين يمين وشمال، ما هو اتنين جلوكوز. مش المالتيز كده يعتبر انه فك الجلوكوز طرفي؟ مش ده على الطرف وده على الطرف؟ يعني يعتبر في نفس الوقت اكزوجلوكوسايديز. يعتبر ايه بقى؟ ليه بقول كده؟ يعتبر لانه هيساعدك بقى انه يفك لك الدكسترين من الطرف واحده واحده، مش كده برضه؟ هيساعدك في كلمه ديسن واحده واحده للطرف. مش ده يعتبر مالتيز فك المالتوز؟ مش كده يعتبر فك الجلوكوز طرفي؟ فيبتدي يفك لك مين؟ الدكسترين واحده واحده، ويفك لك المالت ترايوز برضه ايه؟ واحده واحده. كده بتوصل دلوقتي لفري مونو ايه؟ سكرايد. تاني اللي فوق السكروز اسمه سكريز لفري مونو سكرايد. اللي فوق اللاكتوز اسمه لاكتيز لفري مونو سكرايد. واللي فوق المالتوز مالتيز. ماشي، بس في نفس الوقت يعتبر فك الجلوكوز طرفي، يبقى اكزو جلوكوسايديز في نفس الوقت. يعني هفك لك الدكسترين واحده واحده، ويفك لك المالترايوز، وطبعا فك المالتوز ناقص حاجه واحده
الالفا وزيك ما فكتهاش بسيطه. اخر انزيم هيبقى اسمه ايزو مالتيز، يعني فوق الايزو مالتوز الى فري جلوكوز في الايه؟ يبقى تاني فوق ده في نفس الوقت يبقى اكس جلوكوزايد فيز يفك الدكسل واحده واحده، مالتوز واحده واحده، وطبعا فك المالتوز واللي فوق الايزو مالتوز ده اللي فوق الالفا 6 ده اللي فوق الالفا 6. في طبعا سؤال كده يعني يقول لك ايه؟ طب ما هو اللاكتيز فك الجلوكوز طرفي مش عارف. سيو خلاص دكتور. بيقول لك ايه؟ طب ما هو اللاكتيز فك الجلوكوز ايه؟ طرفي، هو قصده يقول لي ما يفك لي برضه؟ لا بوند مختلفة. البوند هنا الفا، البوند هنا دول الاثنين دول بيتا مع بعض. البوند على شمالها جلوكوز، هنا على شمالها جالك ما فيش نفس السبيسيفيستي ضيره، مش معناه ان فك هنا طرفي يبقى يلا كل حاجه، مش هيبقى كل حاجه. هنا البوند ده جلوكوز طرفي، لكن ده مش جلوكوز، ده جلوكوز. وهنا الاثنين جلوكوز زي بعض، هنا كان بيبقى بيتا زي ما قلنا من شويه، لكن ده بيبقى ايه؟ الفا، فما ينفعش. فلازم فعلا المالتيز اللي هو بيفك ده هو الاكس جلوكوزاي. ايه وصلنا فيه مونو سكرايل مجازين ليه دلوقتي؟ ابزورب مجازين الارض. يلا تاني سليبري يعني ايه مايلز يفك ايه؟ ماي لوز اللي هي ستريت ايه؟ تشيل اللي هي البوند الستريت، مين بوند ستريت؟ ويسيب الالفا 1 بس يفك فيو الفا 1 4 ليه؟ ليه بيحصل له؟ جين اكتيفيشن بسرعه. جين اكتيفيشن بسرعه بيدي لك ثواني. طيب ننزل على السمول انتستن، يا اما بنكرياتيك انزيم يا اما ميكوزال انزيم. البنكرياتيك انزيم سليبري بنكرياتيك امايل يعني امايلز برضه، يعني فك ايه برضه؟ الفا 2 يسيب الالفا 1 بس هيفك معظم الالفا 4 عشان بياخد وقته كويس، مش ثواني ساعه بقى كويس. طيب بس اكزو جلوكوسايديز ولا اندو؟ لو كان اكزو كان طلع فري جلوكوز، بس هو اندو مش هيطلع فري جلوكوز. لكن ايه البرودكتس اوف دايجيشن باي بنكرياتيك امايليز؟ ايه البرودكتس اوف دايجيشن باي بنكرياتيك امايليز؟ ده الدايسكرايد. مين الدايسكرايد ده؟ مالتوز جلوكوز جلوكوز بالفا 4 او كده الفا 6 ايزو مالتوز او كده ماده ترايوز او اكبر دكسرين. اكمل ده اللي فوق السكروز اسمه مالتيز اللي هو في نفس الوقت اكس جلوكوزايد بيز يفك لك الدكسرين واحده واحده ويفك لك الماتكرايوز. مين يفك الالفا 1 6؟ ايزو مالتيز. يقول لك الانزيم بتاعت الميكوزا سكريشن دي ميكوزا لايننج مش فاكر، يعتبر جروبس صغيره فتافيت صغيره، مش الصغيرين اسمهم اوليجوساكرايدز اللي اتحكيتهم دول، فبيسموهم الانزيمز دي على بعض كده اسم العيله بتاعتهم اوليجوساكرايديز. يسموهم ايه؟ اوليجوساكرايديز عشان فك اوليجو ايه؟ ساكرايدز. اوليجوساكرايديز دي انا لازم ارد على ده. السلام عليكم. في مرض في الدايجيشن، في مرض في الايه؟ الدايجيشن، وممكن ياثر على الاطفال حديث الولاده. ممكن ياثر على الاطفال ايه؟ حديث الولاده. اسال سؤال، هو طفل حديث الولاده بياكل حبوب؟ بياكل رز وعيش ومكرونه؟ لا. بياكل كبده ولحمه؟ لا. بياكل سكر وعسل اسود؟ لا. لكن بيشرب ايه؟ لا. يبقى المرض هيبقى نقص اللاكتيز انزايم. تعالوا نشوف المرض بتاع الدايجيشن. نقص اللاكتيز انزايم بياكل سيلولاك، ما هو ده يبقى حبوب. بنقول لسه حديث الولاده يعني مولود النهارده لسه ايام 4 إلى 6 شهور. عايز ايه الولد بيتولد؟ الولد لما بيتولد الجين بيطلع المالتيز لسه ما اشتغلش، يعني لو اكل المالتوز مش هتهضم، يعني يتراكم ويوصل للارج انتستن مش مهضوم، في بكتيريا بتطلع انزيمات تعمل حاجه اسمها تخمر فرمنتيشن تطلع غازات. يعني ده لو اخد حبوب خطا يعني لسه حديث الولاده ما عندوش المالتيز لسه ما اتكونش، الجين لسه ما اشتغلش في الميكروز بتاع الانتستن. فبالتالي ده لو بلع حاجه زي كده حتى لو هي يعني شبه سائله هتوصل نوت دايجستد نوت ابزوربت للارج انتستن، البكتيريا تشال عليها في الارج انتستن بانزيمات تطلع غازات تقطعه، يعني تطلع غازات يبقى انتفاخ ونقص، وطبعا هينزل يسحب معاه ميه بالزولارتي واسهال، يعني جبت له ما انتفاخ ونقص. لا هو ما عندوش غير دلوقتي ايه؟ اللاكتيز. مفروض هيبقى في مرض دلوقتي في اللاكتيز انزايم، في مرض في الحته دي.
ده الميلك شوجر. يعني ايه كلمه انتولرانس؟ عدم تحمل المرض، عدم تحمل شرب اللبن، يعني شرب الايه اللاكتوز. طب ايه السبب؟ الجين بتاع اللاكتوز مش شغال. لا واحده واحده، قول السبب. عندي deficiency of lactase enzyme. طب الانزيم قليل ليه؟ الحقيقه الانزيم قليل ليه؟ انا قلت بيحصل في الاطفال حديث الايه؟ الولاده. يبقى نقول في سبب خاص بالاطفال حديث الولاده اللي هسميه primary deficiency. لكن برضه الكلام ده ممكن يحصل في الاضاءه. وهقول سكندري ايه؟ البرايمري اطفال حديث الولاده مفروض يتولد الجين ده في الجوزه اشتغل وحصل له نسخ ترانسكريبشن طلع ام ار ان وطلع لاكتيز انزيم. لا ده مؤقتا الجين بتاعه لسه اكتف، مش ما فيهوش ميوتيشن طفره وراثيه هتستمر معاه طول عمره. لا هو بس الريت اوف ترانسكريبشن نسخ جين ام ار ان ريت ايه؟ بطيء. فيطلع ام ار ان الجين طلع ام ار ان قليل، فطلع انزيم بكميه قليله مؤقته بعد الولاده. يعني هنا الديفكت هيبقى جينيتك بس مؤقت وهيتصلح باي تايم، لان ممكن الجين ده يتنشط بعد شويه بهرمونات معينه زي الانسولين هرمون. يعني كده كده المشكله تقعد لها اسبوعين ثلاثه بس مشكله كبيره. ليه بقى؟ لو الجين يا عم لسه اكتف بعد الولاده وطلع انزيم قليل، يبقى مش هياخدوا الميلك شوجر لاكتوز، يبقى نوت ديجستد نوت ايه؟ ابزورب. في الوضع الطبيعي عمر ما اللاكتوز لما الواد الطبيعي يرضعه يتخمر في بطنه. ليه؟ ما بيوصلش اصلا للارج ايه؟ انتستين ودايجست لفري مونو ساكرايد اللي بيحصل لهم ابزوربشن. يبقى ليه هو نورمالي نوت فورمنتد في الطبيعي؟ رابلي دايجست اند ايه؟ ابزورب. طب انا عندي نقص في الانزيم الجين مكسر، فهيوصل من غير هضم الى اللارج انتستين نوت دايجست نوت ابزورب، تشتغل عليه البكتيريا بطريقه مش طبيعيه بقى، وبينزل تعمل حاجه اسمها تخمر فرمنتيشن اقطعه، وبالبكتيريا وتطلع غازات، الغازات تعمل الواد ايه؟ انتفاخ ديستنشن. والغازات تضغط على الجدار على الفاضي تزود البريستالتيك موفمنت على الفاضي، تبقى مغص، تبقى كوليكس. واللاكتوز ينزل في الستول ويسحب معاه ميه بايزونارتي، تبقى دايريه. مع كل رضعه انتفاخ مغص دايريه، انتفاخ صريخ من المغص واسهال، انتفاخ صريخ واسهال. والواد ده بيرضع مره في اليوم ده حديث الولاده، ده ممكن يرضع 10 15 مره في اليوم، يعني 10 15 مره انتفاخ صريخ وايه؟ ودايريه ممكن يموت فيها طبعا. كانت واحده زميلتنا زمان ده كانت لسه معيده، هي دلوقتي بقت استاذه، كانت اول طفله عندها والطفله عندها 10 12 مره اسهال في اليوم. توك كام يا ماما؟ احنا قلنا لها خطا ان دي انفكشن لبكتيريا ولا حاجه، طبعا الكلام ده مش حقيقي لانه الطفله ما عندهاش حراره، ما عندهاش فيفر، الاستول بتاعتها تحت الميكروسكوب ما فيهاش بكتيريا، بكتيريا بتبان تحت الميكروسكوب نقط او عصيان بتتحرك، ولا عندها بكتيريا تحت الميكروسكوب في الاستول، ولا عندها صديد اللي هي ديد وايت بلاد سيلز اللي باس، يعني استول نظيفه ووتري بس مائيه، لكن ولا في بكتيريا ولا صديد، ولا عندها فيفر اللي شخصتها صح دكتوره الاطفال. هتلاقي عندها ايه بقى؟ مؤقتا لاكتيز ديفيشنسي، عدم تحمل ايه؟ اللاكتوز. يبقى هنمنع عنها شغل ايه؟ خلاص لحمة وفتة من الأول كده. ثانية واحدة، لو اخترعوا لبن هنسميه إيه؟ لاكتوز. يعني لبن من غير لاكتوز، يعني لبن يعني معالج خارجيا في شركة بيسموه لاكتوز فري ميل. طب الشركة دي إزاي عالجت اللبن بحيث أصبح ما فيهوش الدايساكرايد لاكتوز؟ هي عرضته بره خارجيا ارتفيشالي للإنزيم اللاكتيز، يعني هضمت بره اللاكتوز الى فري جلوكوز فري جالك لاكتوز. يبقى الشركه عرضته بره للاكتيز انزيم اتهضم، ونبيع اللبن ده واقول ما فيهوش لاكتوز، في فري مونو سكرات، واسميه لبن من غير لاكتوز، يعني اسميه لاكتوز فري ميلك. اسميه ايه بقى؟ لاكتوز فري ميلك. يبقى ده العلاج بتاع المرض، لاكتوز فري ميلك في اطفال حديث الولاده، وكده كده المشكله تتصلح بعد شويه. طب لو احنا قريه فقيره وما استوردش اللبن ده، واحنا عيله فقيره اللبن ده غالي علينا يا عم، هل في بديل رخيص في السوق؟ البديل الرخيص كان بيقول عليه الزبادي، اليوغورت. اشمعنى؟ اثناء تصنيع الزبادي بيبقى في بكتيريا طبيعي شغاله، البكتيريا بتهضم انزيماتها اللاكتوز الى فري جلوكوز وفري جلاكتوز، فالزبادي بيبقى فيه لاكتوز مهضوم الى فري مونو ايه؟ ساكرايد جلوكوز لوحده جلاكتوز لوحده. فالبديل الرخيص يبقى ايه بقى؟ اليوغورت الزبادي، تصنيعه بيخلي البكتيريا تتخلص عن اللاكتوز تهضمه يعني.
طب ثانيه واحده، هل الكلام ده ممكن يحصل غلط؟ يعني انا كنت طبيعي وبعدين يجي لي مرض بعد كده اسميه سكندري؟ طب سكندري تو ايه؟ سكندري تو فايرال انفكشن، فيروس اثر على الجين في الانتستاينال ميكوزا. في فيروس معين زي ما قلنا الفيروس ده مش خليه كامله زي البكتيريا، الفيروس ده كبسوله بروتينيه جواها بيس اوف دي ان ايه او ار ان ايه، فده فيروس انفيد الانتستاينال ميكوزا يغزوها ويدخل الدي ان ايه بتاعه يبوظ الجين اللي بيطلع لاكتيز ايه بنزين. لو جالك الفيروس ده هيفضل طول عمرك بعد كده عندك مشكله مع شرب اللبن ومنتجات الالبان بالجبنات والشوكولاته كمان فيها لبن. ولو جالك الفيروس ده بيبقى بيرمن دامج، الدي ان ايه بتاعه بيخش على انسيرتد في الجين يبوظ الايه الجين. كان مكتوب احصى في كتب امريكيه عندهم الناس عندهم مشاكل مع اللبن والمنتجات الايه الالبان، هتبقى نفس المشكله زي العيال الصغيره بعد ما تشرب اللبن او منتجات الالبان هيجي لك ايه انتفاخ ومغص واسهال، انتفاخ ومغص وايه واسهال. ففي ناس كده وهم كبار عشان الفيروس ده كان عندهم الاحصاء ان بيأثر اكتر على الافرو امريكانز اللي هم السمر بتوع امريكا، لكن البيض عندهم مناعه ضد الفيروس ده المرض عندهم نادر يعني. او سكندري 2 بكتيريال انفكشن، في فرق يعني؟ ايوه في فرق. البكتيريا ما بتدخلش الدي ان ايه بتاعها على الجينوم وتبوظ جينات، دي تعمل التهاب مؤقت في الميكوزا. الناس عندهم نزله معويه يقول لهم مؤقتا خدوا حاجات سهله الهضم، انت مش هتعرف تهضم دلوقتي، لكن بعد ما تروح البكتيريا الجينات سليمه، يعني هرجع مره ثانيه سليم، هي مؤقته اثناء الايه؟ الالتهابات. فدي سكندري تو فيروس بس ده هيستمر معاك، الجين بتاع الفيروس هيقعد جوه الجينوم انسيرتد وهيبوظ الجين على طول. لكن دي نزله معويه جاسترو انترايتس هتبقى ايه؟ مؤقته عادي لما لا تهدى ولا ايه. طب معلش هرد عليه بقى، بس نوع الفيروس ده بيأثر على الجين فيرمنت على طول، يعني بعد الفيرال انفكشن دي حافظ على طول عندي مشكله مع شرب اللبن ومنتجات الايه؟ البان، انتفاخ ومغص واسهال. وسكند تو بكتيريال انفكشن، البكتيريا دي بقى مش هتأثر على الجين يعني ايه على طول، دي بس تعمل التهابات في الميكوزا فالجين بيبقى ليس اكتف مؤقتا وهيرجع تاني. الناس عندهم نزله معويه جاسترو انترايتس، اي ايتس في اخر حته معناها ايه ايتس؟ انفلاميشن، دي هتبقى مؤقته وهتروح وهرجع طبيعي تاني دي ساعه الانفكشن بس. او سكندري تو سيرجري يعني جراحه، شلت حته من سمول انتستين كان فيها ورم فخسرت الميكوزا كان بيطلع لاكتيز انزايم، هيبقى عندي مشاكل في شرب اللبن برضه، خسرت الميكوزا حته منها ليه؟ عشان شلت حته من سمول انتستين. الاضافه بقى هتعالج ازاي؟ هنا الواد كان مضطر يرضع اللبن مالوش وجبه ثانيه فادينا له اللبن من غير ايه؟ لاكتوز المهضوم اللاكتوز، لاكتوز فري ميل. لكن انت ممكن عندك اختيارات ثانيه تاكلها، يعني افويد بقى المره دي، ممكن ايه افويد الميلك والميلك ايه برودكتس اللي بيسموها الدايري برودكتس اللي هي منتجات الالبان والشوكولاته حتى كمان مش الجبنه بس، انت ممكن تنوع الاكل بتاعك. فاضل ناس يقولوا طب ما احنا محتاجين لبن عشان الكالسيوم، تاخد دواء كالسيوم، يبقى هنا افويد الميلك وممكن تاخد الميلك والميلك برودكتس والشوكولاته وممكن تاخد ايه دواء كالسيوم. اشخصك ازاي؟ ممكن بقى طبعا الصغير واضح ان هو ما بيقطعش غير اللبن يبقى اكيد عنده لاكتيز ايه ديفيشنسي، لكن الكبير اشخصه افضي بطنه اصومه واديله محلول اللاكتوز تجيله الاعراض على طول اعرف ان عنده لاكتيز ايه. دي طريقه للتشخيص، الادلت اصومه في بطنه فاضيه اشربه محلول لاكتوز يجيله الاعراض اللي هو الانتفاخ ومغص ودايري اعرف ان عنده لاكتيز ايه ديفيشنسي، انا ما اديتوش غير لاكتوز. او اشخصه في اللاكتوز اللي ما اتهضمش نازل فين؟ وانت قلت من شويه اللاكتوز ده له ريديوسنج باور بيعكر البنديكت، يعني الاقي ريديوسنج شوجر فين؟ في الستول. الاقي ريديوسنج شوجر فين؟ اصل هو بيقرف يقول لك ايه القرف ده؟ عشان البنديكت تيست على الستول يعني؟ انتوا عادي يعني؟ لا يعني انا اجيب الستول. دي العائلات اللي في المعمل اللي بنسميها دايما الهدايا. دايما من عائلات الستول تلاقي تفتح كيس تلاقي كيس تاني، ما انت تفتح كيس تاني تلاقي جواه لسه هذا بس، ما انت بقى عايز اقول لك ده بنسميها الهدايا دي بنخليها اخر ليله بقى الهدايا دي كلها. مهم مهم، لا مش لازم يعني تقلق نفسك، ممكن الاسلوب تحطها في صلاين ترجها وبعدين تدوها بجهاز ايه؟ سنترفيوز تراص المواد الصلبه في السوبر نيتنت اللي على الوش، هو ده اللي هيبقى فيه اندايجستد ايه؟ لاكتوز، يعمل لك تعكير البنديكت يديك بنديكت ايه؟ بس هو انا مش تبقى بسوبر يعني ريديوسنج شوجر ايه؟ ستول ايه؟ مش تبقى بسوبر ووتر يعني ماشي، والستول اصلا بلاش تحط عليها صلاه، بيقول لك ما هي اسهال ووتري، يعني هي جاهزه على جاهز هي ووتري صفيها عشان هو عنده اسهال. خلاص يا عم مفيش مشكله خالص، دورها مش
لو فيها شويه مايه صلبه قليله تنزل وتكون برده الايه السوبر ميتان بوزيتيف بنفيت ايه تيست. عرفنا التريتمنت وعرفنا الانفستيجيشن. تعال نشوف بقى اخر حاجه الابزورب بعد الدايجيشن يبقى ايه ابزوربشن. شوف الابزوربشن ده ده ايه جالهم زمايلكم بتوع سنه ثانيه السنه اللي قبل اللي فاتت كان دفعه قويه قوي جالهم مرض وراثي لسه هناخده في الشطر بتاع الكربوهيدرات ده بس بيبقى في المرض الوراثي ريديوسنج شوجر ان يورين. ريديوسنج شوجر ايه؟ روح جايبين لاكتوز روح العيال جابوا لاكتوز انتولرانس بقى ده ريديوسنج شوجر ان يورين. يبقى انا اشرب اللبن ما تضمش ينزل فين اللاكتوز يعني؟ بس انا عندي فتحه مباشره بتوصل من الجي اي تي لليورين بقى ده ريديوسنج شوجر ان يورين ولا ايه الستول؟ اللي هو السؤال اللي ساله على ريديوسنج شوجر ان يورين هو يجاوبه على واحد مرض زي ده بيعمل ريديوسنج شوجر فين؟ في الاسطول طبعا. ها؟ ريديوسنج شوجر لا ده مرض وراثي لسه هناخد يعني تسال على حاله مرضيه في طفل صغير حاله مرضيه وراثيه في طفل صغير بتسبب ريديوسنج شوجر ان يورين طفل صغير مش ست متربع يعني ومش حاجه طبيعيه مرض وبيعمل منتال ريتارديشن كمان هناخد هما جابوا المرض ده اللي هو ريديوسنج شوجر ان ايه؟ في جزء كبير من الاجابه بيبقى يعني جزء مذاكره وفي جزء كتير بيبقى حسن تصرف مش اكتر يعني يعني بتبقى حسن تصرف وانت اعصابك تبقى ايه؟ جدا تاني بتاع السنه الاولى بتاعكم كان جالهم دكتور تاني سؤال على الديناتيوريشن بتاع البروتين بيقول له ايه الفيزيكال تشينجز اللي هو بتاع سلق البيض و... فطبعا ما اعرفش ليه بتاع 20 واحد ورا بعض المفروض يقولوا ان البيض لما تسلقه بتعمل ديناتيوريشن بالتسخين بيتحول من حاله سائله لحاله شبه ايه؟ صلبه اللي هي اسمها انكريس فيسكوسيتي اللزوجه مش كده؟ 20 ورا بعض كاتبين انكريس فيلوسيتي يعني البيض هيجي بسرعه كده بقى بيجي بسرعه ده خاصه بالصرف ديسبوزيتيف مش فيروس واحد في المحاضره برضه سنه ثانيه السنه دي انا كنت بقول لهم نكته في سنه اولى الديناتوريشن بترجع ولا ما بترجعش وتقول لهم البيض لما تسلقه ما بيرجعش مره ايه ثانيه من الحاله صار الحاله احسن مش كده يعني ايه ريفرسال راح في الصيف اللي فات من شهر فات جت في الاخبار ان في عالم راح عمل اخترع طريقه انه بيرجع البيض مره ثانيه من حاله صور الحاله ايه سمعتوا الخبر ده بيجيب طاقه مش عارف ميكانيكيه بالفريكشن يفك القلب والفايبرس قلب من بعض فيرجعوا الحاله ايه سائل زي ما يرجع سائل تاني بعضنا مع الوقت ده الناس تشغل مخها الحقيقه بصوا الابزوربشن ده تطبيق على معلومات السيل ميمبرين بتاع سنه اولى اللي هو ترانسبورت اكروس ميمبرين تطبيق عليه طبعا انا وصلت الوقت اللي فيه مونو ايه ساكرايد اللي هو سنجل ماركت اللي هي بتبقى حجمها صغير طب بصوا ادي السيل ميمبرين بتاع الميكوزا بتاع الانتستين وادي انسايد السيل هنا المونو ساكرايد هيخش من بره الخليه من تركيز اعلى الى تركيز اقل جوه الخليه يعني داخل according to concentration يبقى هل محتاج استهلك ATP؟ طبعا لا no ATP consume وادام كده ادام no ATP consume اسمي الطريقه دي active ولا passive؟ passive اه وكمان المونوساكرايد مش محتاج كارير بروتين من غير كارير وادام من غير كارير
يبقى دي اسميها فاسيليتيتد ولا سيمبل؟ عكس كلمه فاسيليتيتد يبقى باسيف مش عايز طاقه باي كونسنتريشن جريدينت، وسيمبل عكس ايه؟ فاسيليتيتد مش عايز كالر، وسميها بقى مش ترانسبورت ادام كده. بس هنا في سؤالين، هي الطريقه دي بتحصل الجلوكوز؟ لا الحقيقه الطريقه دي مش الجلوكوز، دي للفركتوز والبنتوزز والخمس كربونات. السؤالين، السؤال الاول انا اشاور عليه وانتوا استنتجوا السؤال. نعم هو جاب الاجابه، انا هسال اقول طب بنتوز جبتهم منين؟ انت لما حضرت الستارش ده جلوكوز او ست كربون مش بنتوز، والجلايكوجين ده جلوكوز، والدايساكارايز يا جلوكوز يا فركتوز يا كله ست كربونات، امال دول اكلتهم ايه بقى؟ انت قلت اكلت خلايا نباتيه وحيوانيه كل واحد دي ان اي وار ان اي، وهضمت الدي ان اي وار ان اي الى فري نيكلوتايد، وهضمت النيكلوتايد وجبت الرايبوز والديوكسي رايبوز من هضم النيكلوتايد بتاع الدي ان اي وار ان اي. السؤال الثاني هشاور عليه، المفروض يبقى هنا، انت قلت مفيش كارير مش كده؟ لازم عشان كده سامبل. ده متناقض مع معلومه خدناها سنه اولى، في سنه اولى قلنا ان يعدي الممبرين من غير كارير حاجه من اثنين، تعدي الممبرين من غير كارير يا حجمك صغير جدا زي الغازات اكسجين كربون دايوكسيد ميه ووتر، يا اما انت ليبيد ان نيتشر ممبرين ليبيد، انت مونوساكرايد ولا انت صغير زي الغازات انت ست كربونات مثلا، ولا انت ليبيد ان نيتشر انت ووتر سولب، الجلوكوز بيدوب في الميه فبتدوب في الميه كلهم او اتش او اتش او اتش بولر بتحب الميه، ولا انت حجمك صغير زي الغازات والميه، ولا انت ليبيد ايه سوليبل. اذا المعلومه هنا دي معلومه قديمه للاصح في الكتب الجديده اللي فعلا دي ايه كارير، بس احنا معلش خلينا زي كتاب الاسم هو ماشي على دين، هو مش حافظ هنا ايه كارير وقايل سيمبل مش فاسيليتيد، فمعلش خلينا زي خلينا ايه زي ايه. الو السلام عليكم. ايه كارير لكن كان الاحدث اللي فيه فعلا كارير دي. طب الرياضه الثانيه دي اخذناها سنه اولى في رسمه اللي هي لو دي الانتستاينال ميكوزال سيل ده الممبرين حاجه فيه كارير، من الناحيه دي اليومن او الجي اي تي، من الناحيه دي كابيلاري سايت، الكارير ده مش هيدخل الجلوكوز على طول، امال ايه؟ عنده بايندنج سايت يركب عليه الاول صوديوم، الاكل اللي بتاكله لازم يبقى فيه صوديوم، حتى لو ان شاء الله تاكل فواكه هيبقى فيها صوديوم، بس طبعا صوديوم اكتر موجود في مالها ايه؟ الطعام صوديوم كلورايد، بس حتى لو تاكل فاكهه هيبقى فيها ولو كميات يعني ايه اقل شويه من الصوديوم اقل من الملح طبعا، بس موجود في كل الاكل يعني. الصوديوم يركب على الكارير يغير شكل الكارير بروتين، فيظهر بايننج سايت تاني يدخل مين بقى؟ طب ايه اللي دخل الصوديوم؟ فسحب وراه الجلوكوز، الصوديوم بيغير شكل الكارير بيظهر بايننج سايت داخل الجلوكوز، طب ايه اللي دخل الصوديوم فسحب وراه الجلوكوز؟ كونسنتريشن جريدينت، صوديوم جاي من الاكل اعلى وجوه الجلوكوزال سيل ايه؟ اقل. طب ايه اللي خلى الكونسنتريشن جريدينت؟ ايه اللي خلى الصوديوم جاي من الاكل اعلى وجوه الجلوكوزال سيل ايه؟ فاندفع الصوديوم وسحب مع الجلوكوز. ان الصوديوم مش هسيبه جوه يتراكم، اول باول بفرضه للسيركيوليشن للبروتين اللي اسمه صوديوم بوتاسيوم بامب ويتش كونسيوم يبقى دي البدايه الحقيقيه بتاعت القصه. دايما بدايات القصص مصدر الطاقه فين؟ الاي تي بي هو مصدر الطاقه، اذا ده البدايه الحقيقيه، يبقى انا قاعد البدايه واقول ان في الاول كان في بروتين اسمه صوديوم بامب موجود على الميكوزا لايننج، بص ناحيه البورتال سيركيليشن، ناحيه السيرفس بتاع البورتال ايه؟ سيرفس بتاع الميكوزا ناحيه السيركيليشن، يطرد الصوديوم قوي يستهلك فيه طبعا عشان يطرد الصوديوم قوي باول للسيركيوليشن، فمحافظ على الصوديوم في الميكوزا سيل ايه؟ اقل، فيجي دايما الصوديوم من الاكل ايه؟ اعلى، فيندفع الصوديوم ويندفع وراه الجلوكوز، ما طاقه لا تفنى لكن صورتها من صوره لصوره، كانت جوه اللي فيه طاقه عاليه. طبعا بقت ايه؟ بقت كونسنتريشن جريدنت زي طاقه كيميائيه، جاي صوديوم الاكل اعلى بالجلوكوز سيل ايه؟ بقت ميكانيكا، صوديوم مندفع وزق معاه الجلوكوز، وهنا بقى الجلوكوز يندفع ايه تاني بس؟ مسج اشتغل فيه مش عارف ايه.
وهنا الجلوكوز يندفع جوه الخلية even against even against معلش حرمنا عليه ده رن على رن كان صورتها كان في الـ ATP فرقعته استغلتها في فرد الصوديوم او البول السيركيوم حفظت على الصوديوم قليل في الجلوكوز سيل فجالي من الاكل دايما صوديوم ايه اعلى ما دي صوره من طاقه اسمها كونسنتريشن جريدينت فندفع الصوديوم ميكانيكال انرجي فزق معاك الحكايه تزق معاك جلوكوز وطبعا بيظهر باين سايد بيغير شكل الكارير فيظهر باين سايد جلوكوز بس انا شبهتها مره في سنه اولى لو انا جلوكوز انا واقف على باب الضاع هنا ده مفتوح بس انا مش عايز اخش جم 10 طلبه في ظهري ده الصوديوم 10 طلبه مندفعين جوه القاعه هفضل واقف على الخط بتاع الباب كده ولا هتزق جوه غصب عني هتزق جوه حتى لو القاعه مليانه ناس يعني اتزقيت ايفن اجينست كونسنتريشن جرين عشان استريت ايه الطاقه ما الطاقه لا تفنى لان صورتها تبقى طب في طاقه اسمي الكلام ده باسيف ولا اكتف طب في كارير اسمي الكلام ده سيمبل ولا فاسيليتيتد وسميه بس معلومتين الطريقه دي ان انا داخل صوديوم مع جلوكوز واستهلك طاقه بتحصل في الستاينال ميكوزا وفي الكيدني في رينال تشوبيولز طب انا افهم انها تبقى موجوده في الستاينال ميكوزا ادخل الصوديوم جلوكوز بتوع الاكل جوه الجسم موجوده في الستاينال ميكوزا ادخل ايه الصوديوم جلوكوز بتوع الاكل جوه الجسم طب ليه بتعمل ايه الطريقه دي في الممبرين او في الميكوزا لايننج بتاع حاجه اسمها رينال تشوبيولز هيبقى الناحيه دي بقى في الكيدني يورين وكده لما يجي الصوديوم والجلوكوز يقع منك في اليورين ترجعه من الدم بتاعك even against concentration gradient يعني الطريقه دي في الكيدني فائدتها تمنع prevent loss of sodium and glucose in urine prevent ايه loss of sodium and glucose in urine تعمل حاجه هتاخدوها في الفيسيولوجي اسمها renal tubular reabsorption اسمها ايه renal tubular reabsorption الطريقه دي موجوده فين وفين في الكيدني renal tubular reabsorption امنع loss of sodium and glucose in urine وفي الانتستينال ميكوزا لها inhibitors يوقفوا امتصاص الصوديوم والجلوكوز زي كاتوش انهيبيتورز مشهور في الفسيولوجي انهيبيتور البروتين بتاع الصوديوم بامب بس انتوا اخدتوه فسيولوجي شغال انهيبيتور الصوديوم بامب في الهارت فلما انهيبيتور الصوديوم بامب في الهارت يزود الكونسنتريشن اوف كالسيوم في الكارديك ماسل فيزود الكونتراكتيليتي فورس اوف كونتراكشن ويعالج الكونجستيف هارت فيليور مين الانهيبيتور ده اللي اخدتوه وهيشتغل هنا برضه ويوقف الابزوربشن ديجيتالز ما خدتوش ديجيتالز هو اسمه الثاني اوازيز مكان ايه؟ شوف هنا سايد افكت لو انت هنا وقفت الصوديوم بام الصوديوم مش هيطرد للسيركيليشن هيتراكم جوه الميكوزا الصوديوم يزيد جوه الميكوزا الى هنا قد هنا يبقى فقدت كونسنتريشن جريدينت ولا دخل صوديوم ولا دخل جلوكوز ده السايد افكت بتاع الديجيتالز في الانتستان الميكوزا يعني يقل الابزوربشن بتاع الصوديوم جوه مش الديجيتالز او العوبين في انهيبيتور تاني بس هناخده احنا في الكيمياء سنه ثانيه الهيبت اتري برودكشن جوه الخلايا طبعا احنا ماده سامه لما نجيب اتري برودكشن ممكن تلاقوا الايه الخلايا ومين الهيبتور بتاع اتري برودكشن ده ما احنا هناخد السنه الثانيه الاي تي بي بينتج جوه الخليه عن طريق ماشين في الميتوكوندريا الماشين دي هنسميها في الميتوكوندريا بعد كده تنتج اتري اسمها السلسله الناقله الالكترونات الكترون ترانسبورت تشين هناخد الهيبتور ليها مشهور بس ماده سامه اسمه داي نيتروفينول اسمه ايه بقى؟ داي نيتروفينول اصل انت لو وقفت الاي تي برودكشن برضه مش هتشغل الصوديوم بامب عشان لازم تشغل بي تي والصوديوم اتراكم مش هترد الدم والصوديوم هنا يزيد وهنا قد هنا نو ابتيك اوف صوديوم نو ابتيك اوف ايه؟ جلوكوز الحمد لله حد تاني مش عارف النيتروف تالت واخير النيتروف تالت غير النيتروف بتاع الصوديوم بامب غير الهيبتور بتاع الايزي برودكشن واحد ثالث يركب على الكارير ويمنع الاطيكو في ايه؟ يركب على السايد بتاع الجلوكوز يمنع الاطيكو الجلوكوز ده بيسموه في الابحاث الهيبتور الثالث تشتغل هنا يمنع الاطيكو الجلوكوز اسمه فلوريزين اسمه ايه بقى؟ فلوريزين يبقى ثلاثه انهيبيتورز للابزورب الجلوكوز مع الصوديوم مين انهيبت الصوديوم بام؟ هو مين؟ مين يمنع الايزي برودكشن في الميتوكوندريا؟ داي نيتروفينول ومين يركب هنا بدل الجلوكوز ويمنع الاطيكو الجلوكوز؟ فلوريزين اخر طريقه اصل الطلبه قالوا طب ما يمكن انت الاكل مفيهوش صوديوم كتير قوي قصدهم بيقولوا ان الطريقه دي ممكن تدخلك جلوكوز ايه قليل يعني ما اكلتش ملح طعام انا عندي ضغط عالي والدكتور مخلي الاكل بتاعي كله ضلع كده ما فيهوش ملح خالص ولو اكلت فاكهه فيها صوديوم بس الكميات ايه يعني مش عاليه قوي
فبيقولك الطريقة دي مش كفاية، الطريقة دي مش ايه؟ لما في طريقة أخرى للجلوكوز، بس الطريقة دي تحصل الجلوكوز وتجالك فلوس. ايه الطريقة اللي فاضلة بقى؟ في كارير أدرينالين كويس، هيدخل الجلوكوز من بره الخلية لجوه الخلية، بس هنا بيخش ايفن اجينست كونسنتريشن في انتفاع الصوديوم يندفع جلوكوز. لا هنا هيخش اكوردنج تو ايه؟ كونسنتريشن جريديانت، من تركيز اعلى لجوه لتركيز ايه؟ اقل. يعني مختلف عن دي، يعني هل هنا محتاج استهلك اي 3؟ يبقى نو اي تي بي كونسيوم، يعني اكتف ولا باس؟ بس في كارير سيمبل ولا فاسيليتيتد؟ بس ثانيه واحده، ترانسبورت ماشي. الكارير ده اخذنا اسمه في سنه اولى، سميناه جلوتين. حد فاكر جلوتين اختصار ايه في سنه اولى؟ جلوكوز ترانسبورت بروتين. جلوتين اختصار كلمه جلوكوز ترانسبورت بروتين. وسمينا الكارير ده في سنه اولى اس جلوتين. طب اس في الاول ليه؟ صوديوم جلوكوز ترانسبورت بروتين. ده في سنه اولى سميناه ايه؟ جلوكوز ترانسبورت بروتين. ما هو جلوكوز بس داخل باي كونسنتريشن جريد من غير تي، لكن ده صوديوم مع جلوكوز فاسمه اس جلوتين، اس 4 صوديوم. هنا بس هنفتح الكلام شويه ليه؟ اصل ده كارير مش بس يدخل الجلوكوز في الانتستان الميكوزا، يعني طريقتين دول في الانتستان الميكوزا مش طريقه واحده. لا ده الكارير ده هتلاقيه في كل جسم، في البرين عشان دخل الجلوكوز من البلازما جوه البرين، الجلوكوز مصدر مهم للطاقه. في الار بي سيز عشان دخل الجلوكوز من البلازما جوه الار بي سيز، الجلوكوز مصدر مهم للطاقه. في الليفر، في الكيدي، في كل حته. فانا عايز اشوف انواع جلوتين بس، تجميع عليهم اسماء الجلوتين في جسمي، التجميعه دي لكل الجلوكوز ترانسبورت بروتين في جسمي. اه لكن جلوتين 1 ل 5. طب جلوتين 1 موجود فين؟ جلوتين 2 موجود فين؟ جلوتين 3، جلوتين 4، واخر واحد انا هبتدي 5. اشمعنى؟ ما هو ده بتاع الانتستاينال ميكوزا، وانت كلامك في الاصل على الانتستين، فده اللي بتتكلم عليه في الاصل بتاع الانتستاينال ايه؟ ميكوزا. كم؟ طيب اسال سؤال بقى، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى فيه طريقتين لاطباق الجلوكوز في الانتستاينال ميكوزا؟ واحده من غير طاقه، دي من غير طاقه باي كونسنتريشن، والثانيه استهلك طاقه، يعني ادخل الجلوكوز ايفن اجينست كونسنتريشن. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى طريقتين لاطباق الجلوكوز في الانتستاين، واحده من غير طاقه على الطاقه؟ اشمعنى هو؟ واحده انا اسالك سؤال، افترضت ان انا صايم طول النهار في رمضان، الجلوكوز في البلازما ابتدى ايه؟ يقل يقل نسبيا. وقتيت بقى ساعه الفطار، يبقى دلوقتي الجلوكوز يخش ازاي جوه جسمي؟ باي كونسنتريشن جريدينت. الجلوكوز في جسمك قليل، صايم وجاي من الاكل اعلى، يبقى الطريقه اللي من غير طاقه اكيد، صح ولا لا؟ لو انا صمت فتره طويله فالجلوكوز في البلازما ايه؟ يقل نسبيا، فجاي من الاكل اعلى، اكيد يخش بطريقه رخيصه من غير تين. طب لو بعد الاكله دي، طب الجلوكوز في البلازما ابتدى ايه بعد الاكله؟ يعني لو اكلت تاني بعديها نص ساعه حلو بقى كنافه بطيخ وقطايه. طب ما الجلوكوز النمره 2 ده مش هيخش المره دي اكوردنج ولا اجينست؟ ابتدى الجلوكوز في الدم ايه؟ يعلى من الوجبه الاولانيه، وانت واكل وجبات ورا بعضها. فالجلوكوز الثاني هدخله بس المره دي اجينست كونسنتريشن بطريقه بسيطه. فالطلبه يقولوا طب الجلوكوز المره الدبه الثانيه اللي دبيتها دي مالوش لازمه زياده، يعني الجلوكوز الزياده ما يخسرش ادخله جسمي برضه. ليه ما يخسرش؟ الجلوكوز الزياده بخزنه از جلايكوجين في الليفر عند ايه؟ مصر، بحتاجه بعد كده في مصر انا بلعب رياضه، او في الليفر وانا صايم فتره طويله بعد كده. فلو الجلوكوز نمره 2 دخل ضد كونسنتريشن جريدينت ادخله بالطريقه بتاعت الايه؟ اي تي بي. والجلوكوز الزياده اللي دخلته هو ما يخسرش، بخزنه از ايه بقى؟ جلوتي 5 فين؟ استنى الجلوكوز. جلوتي 1 و 3 ده برين وار بي سيز، وده برضه برين. يعني الاثنين دول في اختلافات بسيطه ما بينهم في الامينو اسيد ايه؟ سيكونس. دول كارير بروتينز، ده جاي من جين، ده جاي من جين. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى في نوعين من الكارير في البرين ونوعين من الكارير برضه في الار بي سيز؟ ليه نوعين من الكارير؟ اشمعنى يعني؟ نعم؟ لو ده باظ ده يشتغل، هو بيقول ده جاي من جين، ده جاي من جين. ليه كان جين ده بايظ فده اللي يبقى شغال؟ يعني بقى واحد باظ تاني ايه؟ ايوه تو انشور ان الجلوكوز هيخش في دول. اشمعنى بقى؟ اشمعنى تتاكد ان الجلوكوز اصل دول برينو ار بي سي اعرفهم من دلوقتي واحفظهم. هنسمي دايما برينو ار بي سي جلوكوز ديبندنت تيشوز، وليه البرينو ار بي سي هنسميهم دايما معتمدين على الجلوكوز تماما؟
ليه في الشابتر اللي بعد الكربوهيدرات اللي هيبقى اسمه ليبيد ميتابوليزم، ما انت بتاخد من الدايت دهون حاجه اسمها الحامض الدهني فاتي اسيد شريط طويل من الكربونات بطاقه عاليه قوي، ما بيتاكسدوش ولا في البرين ولا ار بي سيز الفاتي اسيد دول. ليه البرين معتمد على الجلوكوز وما يعرفش ياكسد فاتي اسيد الطويله؟ الفاتي اسيد الطويله اصلا ما بيعدوش بلاد برين بارير، لكن الجلوكوز اقصر ست كربونات يعدي بلاد برين بارير. مره ثانيه ليه البرين معتمد على الجلوكوز كمصدر طاقه واحده؟ ليه البرين ما ياكسدش فاتي اسيد ما بيعدوش بلاد برين بارير الجلوكوز بيعدي؟ طب ليه الار بي سيز برده معتمد على الجلوكوز كمصدر طاقه وحيد؟ ليه ما تاكسدش فاتي اسيد؟ فاتي اسيد اوكسيديشن بتحصل في الميتوكوندريا والار بي سيز ما عندهاش مايتوكوندريا. جلوكوز ممكن تاكسد في السيتوبلازم، جلوكوز ممكن تاكسد فين؟ السيتوبلازم. يبقى ليه الاثنين دول اسمهم جلوكوز ديبندنت تيشوز؟ ليه البرين ما ياكسدش فاتي اسيد؟ ما بيعدوش بلاد برين بارير. ليه الار بي سيز ما ياكسدش فاتي اسيد؟ ما عندهاش ميتوكوندريا تاكسد فيها فاتي اسيد. طب جلوتي 2 هنقول موجود في حتتين وموجود في كذا حته، بس هنقول اثنين عشان نحفظهم يعني اثنين اثنين. خلايا في البنكرياس هنتعامل معاها كتير اسمها بيتا سيلز. البيتا سيلز البنكرياس فيها جلوتي تي داخل جواها جلوكوز، دي اللي بتطلع هرمون اسمه انسولين اللي هو مشهور قوي في الميتابوليزم بعد كده، ده اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا. ومره ثانيه الجلوتي 2 في حتتين، فين بقى؟ بيتا سيلز اللي بتطلع هرمون اسمه ايه؟ انسولين وفي الليفر. ماشي، يبقى جلوتي 2 في حتتين، فين وفين؟ بيتا سيلز في البنكرياس وليفر. وجلوتي 5 وجلوتي 1 و 3 اظن اسمهم جلوكوز ديبندنت. نسيت اقول ان جلوتي 1 و 3 له افينيتي عاليه للجلوكوز. يعني ايه افينيتي عاليه؟ يعني حتى لو الجلوكوز مش عالي قوي في البلازما يركب ويخش، حتى لو مش عالي قوي في البلازما يركب ويخش البرين وارميزيس اتاكد دخلهم برضه ايه؟ افينيتي نفسه مفتوح. فاضل واحد اخير مين بقى؟ جلوتي ايه؟ 4. فين جلوتي 4؟ استنى بقى عليهم عشان انت متابع عليهم قوي. استنى، جلوتي 4 موجود في اكبر تيشو وزنا وحجما في جسمكم. مين هو اكبر تيشو وزنا وحجما في جسمكم؟ ماسلز. طب وفي تاني ايه؟ ادي بص تيشو. طب في تالت ايه؟ كفايه كده سكين وجلد برضه بيبقى مسطح وواسع. انا بقول جلوتي 4 في اكبر تيشو وزنا وحجما، ماسل اديبوز جلد. ها انت شوف كده اكبر تيشو وزنا وحجما مثلا زي ايه؟ ايه؟ الليفر. قلب كبير يعني جامد وعمال كبير خلاص قلب كبير. انا الليفر. انت ليه بتاع تخين؟ قصدي كبير برضه يعني كبده تقيله. ما هو المصل اكبر تيشو وزنا وحجما هيقول عليك جزار. لما تروح الجزار كل يوم تشتري جلد 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 قلب 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 ولا لحمه؟ لحمه. يعني ايه لحمه؟ ماصل سكيلت ماصل ماصل. وهو يحط لك غصب عنك مع اللحمه حاجه غصب عنك عنده منها كتير دهن. يعني اللي بوز ايه؟ اكبر تشو وزنا وحجما سبكتينس فات ماصل واحد اللي بوز. هنا بقى في بس معلومه جلوتي 4 عشان يظهر على سطحهم، ما هو اي جلوكوز ترانسبورت بروتين كان جوه الخلايا في السيتوبلازم الراف اندوبلازم ريتيكولم لازم يتحرك الجلوكوز ترانسبورت بروتين من جوه الخلايا للسطح فيدخل الجلوكوز. الاثنين دول اكبر تيشو وزنا وحجما عشان الجلوتي 4 يظهر على السطح، عشان يظهر على السطح مصر ديبوز عشان يدخل الجلوكوز، الاثنين دول لازم يتعرضوا لهرمون اسمه ايه؟ لكن هنا دخول الجلوكوز الجلوتي 1 و 3 شغال من غير انسولين، جلوتي 5 شغال من غير انسولين، اي واحد ثاني شغال من غير انسولين ما عدا الاثنين دول شغالين بهرمون اسمه عشان يظهروا على السطح. فانا سؤالي ليكم دلوقتي ده اخر سؤال ولازم تستنتجوا الاجابه، ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى دخول الجلوكوز في اكبر تيشو وزنا وحجم مصر ديبوز معتمد على هرمون اسمه ايه؟ انسولين. هو اللي بيظهر جلوتي 4 على سطح الايه؟ الخلايا الدهنيه. انا قصدي اقول دي عملت لك مشكله لو عندك مرض وراثي في البيتا سيل او ديستراكشن اوف بيتا سيل فيروس تطلع انسولين قليل فتدخل بعد الوجبه جلوكوز قليل جواهم فالجلوكوز يعلى منك في البلازما يعني مرض السكر. يعني عملت لك مشكله اهو. ليه رب صار ليكم اهو؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى دخول الجلوكوز في الاثنين دول معتمد على هرمون اسمه انسولين فادى الى مشكله بتحصل عند بعض الناس مش كل الناس. لو في مرض وراثي في بيتا سيل في الجينات او في ديستراكشن بيتا سيل فايروس معين فتطلع كميه قليله من الانسولين
فيقل دخول الجلوكوز جواهم بعد الوجبه مصدر الجلوكوز، فالجلوكوز يضرب منك فين؟ البلازما، في مرض السكر. ليه بقى؟ ليه دول اتحكم فيهم هرمون اسمه ايه؟ اشمعنى يعني؟ ما بقين من غير انسولين اهو. اشمعنى؟ هل في حاجه خاصه بدول لازم اسيطر عليهم بهرمون معين؟ عشان لو اكلت يعني في جلوكوز كتير، لو اكلت فيه جلوكوز كتير من الاكل ما تخافش. يعني انت ايه؟ طلع انسولين ساعتها من البنكرياس بعد الوجبه. هتدخل جلوكوز جواهم وما تخافش على البريم، مش انت واكل يعني معاك جلوكوز كتير، يعني في جلوكوز داخل جواهم وفي غيره متوفر فور ذا بريم. لكن لو صمت فتره طويله ودخلت جلوكوز جواهم وانت صايم وجلوكوز في الدم قليل، هيبقى على حساب ايه؟ عشان صايم. فانت جسمك مصمم يستحمل في صيام نهار رمضان ايام واسابيع من غير اكل، بس اشرب ايه؟ ميه. وازاي ربنا سبحانه وتعالى صام جسمنا يستحمل في ناس بتضرب عن الطعام اسابيع طويله 100 يوم و100 وشويه؟ فازاي اتصمم جسمنا كده؟ وازاي حميت البرين من اكبر تيشو وزنا واحد حجما بياخدوا كميات كبيره من الجلوكوز عشان هم اكبر وزنا وايه؟ ما انا خفت منهم عشان هم اكبر وزنا وحجما. فاتحكمت في هرمون اسمه ايه؟ ازاي ده؟ لما تاكل معاك جلوكوز كتير ما تخافش، طلع انسولين البنكرياس، هتزود النمبر جلوتشي 4، هتدخل جلوكوز جواهم وما تخافش على البرين، ما انت واكل ومعاك جلوكوز ايه؟ كتير. لكن لما تصوم فتره طويله تقلل الانسولين ريليس فروم بنكرياس، فيقل النمبر اوف جلوتشي 4 على سطحهم، فيقل دخول الجلوكوز جوه الناس دول، فالجلوكوز القليل في البلازما يتوفر فور ده برين وانت صايم فتره طويله. فكان لازم تتحكم في دول بهرمون معين علشان في الصيام توفر الجلوكوز فور ده برين. الانسولين بقى ريليس يزيد على طول ولا يقل على طول ولا يزيد ويقل؟ تاكل تروح مطلع انسولين، تدخل جلوكوز جواهم، حتى كده تمنع زياده الجلوكوز في البلازما عن الطبيعي، تمنع مرض السكر. وجلوكوز متوفر فور ده برين عشان واكل. طب تصوم بقى بقلل الانسولين ريليس، فيقل النمبر جلوتشي 4 على سطحهم، فيقل دخول الجلوكوز جواهم، الجلوكوز القليل متوفر فور ده برين، اصبحت جسمي يستحمل اسابيع طويله من غير ايه؟ اكل بلا مشاكل. عيبها الوحيد ان عند بعض الناس مش كل الناس، لو في مرض وراثي في البيتا سيل او ديستراكشن بفيروس هيقل الانسولين، هيقل دخول الجلوكوز جواهم بعد الوجبه، هيقل الجلوكوز بلازما، مرض الايه؟ دايابيتس. هل المرض ده بيحصل عند كل الناس ولا بعض الناس؟ بعض الناس. لكن كل الناس تستحمل اسابيع من غير ايه؟ اكل بلا مشاكل. يعني دي يعني بقت حاجه كويسه مش وحشه، لان دي متحكم فيه هرمون اسمه ايه بقى؟ انسولين هرمون. دي اخر صفحه اربعه صح؟ احنا عشان الاسبوع ده مفيش سكاشن، ففي مره بكره زياده